المغرب يرفض تعيين دي مايستورا. كشفت مصادر صحراوية أن المغرب رفض رسميا مقترحا آخر للأمين العام الأممي بتولي الدبلوماسي الإيطالي ذي الأصول السويدية ستيفان دي مايستورا منصب المبعوث الشخصي الأممي إلى الصحراء الغربية الذي لا يزال شاغرا منذ عامين. فبينما كان المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ينتظرون تعيين دي مايستورا رسميا كمبعوث خاص جديد إلى الصحراء الغربية، خرجت الرباط بقراراتها المعهودة بالرفض دون إبداء الأسباب وراء رفضها لتعيينه. وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أن ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة سيدي محمد عمار عقد اجتماعا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام عبر تقنية التحاضر عن بعد، أثار معها آخر تطورات الوضع في الصحراء المغربية ومن ضمنها مسألة استمرار شغور منصب المبعوث الأممي.